نوافيكم بالنتائج أول بأول والتغييرات منذ البداية وحتى خط النهاية. هيام في مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نشوف اللي في المركز الثاني. الغيور في المركز الثاني في هذه اللحظات. ها هي الغيور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ملامح في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الرابع الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس تمصيحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ سلطان بن زايد النيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. وفي المركز الثامن طواري في المركز الثامن لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن في هذه اللحظات المجنة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن منانة. وفي المركز التاسع عرها ملولة لسمو الشيخ زايد بالمربى المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات التسلل تقريبا ثلاث في مخ واحد لكن من الجانب الثاني أرى التسركز العاشر الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة يا سلام يا سلام، بنشوف اللي في مقدمة هذا الشوط. هيام لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط، يا سلام، ها هي هيام على مقدمة هذا الشوط. هيام لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ملامح بدأت تظهر ملامحها على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. ملامح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. هيام في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الشاهينية وصلت إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع الكاسبية في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الغيور ولا شهايد؟ شهايد في المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. عملية التضمير والتدريب ترجع إلى المضمر قائد العمليات في الفرقة 11 المتواجدة في منطقة مرغم التراثية علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز السادس الشاهينية لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر الشاب والجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بن واس الاجتبي. وفي المركز الثامن لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. المركز التاسع نشوف المركز التاسع في هذه اللحظات
طواري لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المعاصر مطر بن سيب بن لاحد الهاجري. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، يا سلام، إلى ملامح ذات الملامح الجميلة، ذات العرض الجميل، ذات الشعار المميز. ما أدري، بدأت تظهر ملامح الشوط. يا سلام يا ملامح، لكن من الجانب الثاني الشاهينية والدماء الشاهينية والشعار المميز، الشعار الأزرق لون السماء ولون البحار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام. المركز الثاني، ملامح في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن نهيان العامري، معشوقة الجميع هنا. هيام في المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هيام قادمة من اسطنبول للمشاركة هنا على أرضية ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الشاهينية. في المركز الخامس لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز السابع الميجنة، في المركز السابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن منانة السويدي. وفي المركز نشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات، المركز السابع طواري لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهنا عند بن غراب اللي ترشيحه ما يطيح التراب يقول خطيرة سلهودة. اللي في المركز السابع بقيادة المضمر مطار بن سيب بن لاحد الهاجري. وفي المركز نشوف المركز التاسع ولا الثامن، المركز التاسع حملولة لسمو الشيخ زايد بن مرمى المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي سفارة. في المركز العاشر أول ندى السفارة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا أبو حمد، يا سلام على هذا الأداء المتميز للحول المحليات الأصايل في هذا المساء. يا سلام، يتنافس على مقدمة هذا الشوط ثلاثة وايل ونحن معادلين زاوية الاتجاه زاوية الغابات. يا سلام يا سلام على المقدمة، يا سلام يا هيام ذات الوجه الجميل، ذات العروض الطيبة، ذات الوجه الحسن. يا سلام، تغير والأداء الحسن والتميز الحسن والركض الغاي. يا سلام يا هيام تغير وتندفع إلى المركز الأول. يا سلام يا هيام لكن من الميسرة ومن الميمنة الهجوم مكثف على هيام لا زالت في المقدمة لكن لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ودي أتغزل بهيام لكن أبو حمد يقول لي هاي يا بن حضيرم ركز وتابع وشوف الجماهير تتابع ونحن نتابع هيام، نتابع هذه العروض الطيبة والجميلة على أرضية ميدان المرموم. 6 كيلومتر تخلصنا منهن، باقي 2 كيلومتر عن خط النهاية، وهيام على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة. ها هي هيام. المركز الثاني ملامح في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر وسفير المضمرين سالم بن حمد
بن هيان العامري أيضا هنا التغذية من هجن العاصفة متواجدة مع هذا الشعار. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تغير إلى المركز الثاني، وفي المركز الثالث ملامح، وفي المركز الرابع الشاهينية قادمة قدوم غوي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر الشاب الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، وفي المركز الخامس الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام يا أبو سلطان، تعدينا 1200 ولا بعدن؟ يا سلام من سرعة هيام، والله ما دريت ب 1200، بنقول 1200 عن خط النهاية بقيادة هيام. وها هي هيام تدخل الكيلو الأخير، كيلو الامتحان. ها هي هيام على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا هيام، يزين هذا الشكل، يزين هذه العروض. هيام على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام، سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، هابي نيو يير يا هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز دائما في كل مكان وفي كل احتفال وفي كل مناسبة. ها هي هجن العاصفة، يا سلام على هذا الأداء المتميز. هجن الشتاء والصيف يفرض النفس على، يا سلام يا سلام، الاتجاه إلى المنصة إلى خط النهاية وهي منفردة بمقدمة هذا الشوط. ها هي هيام كما عودتنا، عودت جماهيرها ومحبينها، تابعوا اللي تتابعون هيام على هذا العرض، العرض التميزي لهيام. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، مساء الخير على هذا الأداء المتميز. تهانينا مصحوبة إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني طواري لهجن العاصمة، المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، المركز الرابع ملامح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول هيام إلى خط النهاية 12 دقيقة 50 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني طواري، نشوف طواري ساعة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 53 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي. المركز الثالث الشاهينية 12 دقيقة 53 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تهانينا للمضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، تهانينا للجميع والناموس. مشاهد